البدروم بيسموه القبو في بعض الدول العربية، المخزن، الجراج، الحوش أو الدور الأرضي. دي أول الأماكن اللي بتتعرض لأضرار السيول والأمطار والفيضانات. السيول هي بتبقى في الأول أمطار، الأمطار لما بتتحول لسيول وفيضانات اللهم صيدا نافعا بتسبب بقى خسائر في الأرواح والممتلكات. ربنا يستر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهو ده خط الدفاع الأول، الحاجة البسيطة ديت اللي مفيش حد بياخد باله منها، هي دي خط دفاعك الأول بعد ذكر الله طبعا والدعاء. دي اللي بيسموها جريلة الصرف أو مجرى صرف المياه. ليها أسماء كتير: صفاية المطر، جريلة المطر، مجاري صرف الأمطار، بناعة أو مزراب صرف المطر. دي بقى بتتباع بالمتر، وفي منها خامات كتير، ممكن تبقى فيبر، ممكن تبقى ألمونيوم، ممكن تبقى ستانل ستيل. الغطاء ده عبارة عن شبكة بتبقى فيبر، أو اللي عندي هنا دي فيبر، بتتحمل بقى إيه السيارات، بتتحمل أوزان كبيرة بالطن يعني. تمام. بنشتريها منين؟ من محلات السباكة، شركات السباكة الكبيرة والأدوات الصحية، زي يعني مش عايز أقول أسماء يعني، عندنا هنا في مصر. ده يبقى إعلام بقى وكده. فأنت ممكن تسألني بقى في التعليقات. المهم في شركتين ثلاثة بيصنعوا الحاجات ديت في مصر يعني، ممكن شركة سمارت هوم أو شركة كيسل للبولي بروبيلين والأدوات الصحية وكده. عندنا هنا التغير المناخي خلى كل شيء متوقع، ممكن السيول والفيضانات تضرب أي بلد ويتغير المناخ فجأة بدون أي إنذار. فأنا بقترح إيه تعميمها في بعض البلاد العربية. في الدول المعرضة للسيول والفيضانات الحكومة هي اللي بتعملها على جانبي الشارع كده بحذر رصيف، هتلاقيها منتشرة في الدول الأوروبية. بيعملوا لها شبكة تحت الأرض لصرف مياه السيول والفيضانات ومياه الأمطار الشديدة. تمام. الشبكة دي بترمي بقى في أقرب نهر أو أقرب بحيرة لكل مدينة أو قرية. مين اللي بيركبها؟ السباك. سباك بيفهم في السيراميك، أو معلم سيراميك بيفهم في السباك. أنا ركبتها عندي هنا في أماكن كتير، عندي في البيت وفي الحوش وفي الأماكن المعرضة لتراكم المياه زي ما احنا شايفين. طيب هل لازم أسس لها؟ السباك لازم يجي يأسس؟ لو فات تأسيس السباكة والصرف الصحي في البيت، لا، ممكن أعملها برضه قبل تركيب السيراميك. هي تركيبها بسيط جدا يعني زي ما احنا شايفين. بسيط جدا، بتتباع بالمتر، ممكن اجيب متر تمام او مترين واركبهم في بعض. عندي هنا مثلا الباب هنا 3 متر تمام، يبقى اجيب ايه 3 قطع كل واحده متر وبيتركبوا في بعض. بيتركبوا في بعض بقى بطريقة معينة، بيتشبكوا كده في بعض. حتى لو فاتني التأسيس، السباك بيكسر أو معلم السباك بيكسر على قدها، خندق كده أو مجرى زي غرفة التفتيش كده بس بالطول، ويفضل يعزلها وبعدين يفرشها رمل، وبعدين بيروح حاططها في المجرى مركبها بالمونة او الاسمنت زي ما بيركب السيراميك بالظبط. هنا بقى تجمع مية الصرف. نهايتها ليها نهاية كده، وتتوصل الماسورة بتروح لإيه؟ لغرفة التفتيش. في البلاد اللي أمطارها قليلة عشان ما تعملش ضغط على الصرف، أما البلاد اللي أمطارها غزيرة فالمفروض بيبقى فيها شبكة منفصلة لصرف مياه الأمطار بتوصل عليها. وغرفة التفتيش بعرفها ازاي؟ اذا عملت السيراميك بحط فوقيها بلاطة بلون مختلف، هي دي غرفة التفتيش. وده اسمه الجلزراب برضو، بس طبعا يعني انا هيبقى يصرف اكتر طبعا المجرى. تخيل يعني ايه اللي بيصرف مياه اكتر؟ ده لا يمكن يستوعب كمية المية اللي بيستوعبها مجرى الصرف أو جريلة الصرف.
بتسوي هنا اهو. ولو لقيت مخلفات زي كده لازم تشيلها تمام قبل المطر كده وقبل السيول، لان بعد كده مش هتشوفها، مش هتفرق. الحاجات دي بتمنع وبتعمل صرف، بتسد الجريل، جريلة الصرف تمام. وخد بالك ده بقى يندرج تحت إماطة الأزرع على الطريق. بتصرف المطر من الناحيتين، من الشارع ارتفاع يعني قرب المتر، وكمان برضو بتصرف المية من الجراج او القبو او البدروم. فدي اول حاجة لازم اعملها ولازم اصرف عليها قبل ما اركب سيراميك الجراج. عشان كده انا بعمل الميول وناحية الجريل سهلة، اسهل بقى من البلاعة واسهل من البيبة، بيبة الصرف او الصفاية الصغيرة ديت، والميل برضو من بره بيجي على الجريل، يعني اسهل. سعرها بقى كام؟ وقت ما انا اشتريتها كان سعر المتر حوالي 300 جنيه مصري، يعني انا عايز 3 متر هنا اتساع المدخل الجراج 3 متر، يبقى ممكن احتاج 900 جنيه. عشان كده بيقول لك في العنوان اهم حاجة تصرف عليها. اهو هنا متر واحد فقط، بتصرف مية الحوش وعملية جدا، احسن من البلاعة او البيبة. وبعدين هنا مش متصلة بقى بغرفة تفتيش او كده، مش لازم اوصلها بمجاري الصرف او بشبكة الصرف، لا ممكن اوصلها بمزراب على الحديقة مباشرة. مزراب اهو، انزل اوريه لكم تحت. دي انا دي براي الحديقة. انما ده مزراب صرف المطر، صرف الجريلا بتاعت الحوش. الحشائش ديت العشوائية دي كلها هتتشال، يصرف على ايه؟ على الجنينة على طول. وفي النهاية لو عايز تعرف ايه نوع سيراميك الجراج اللي انا مركبه، يقف عليه السيارة ويستحمل السيارة، ما يهبطش ما يتشققش تمام. وهل نركب نوع عادي ولا نوع مخصص؟ الفيديو ده مهم جدا وهسيبهولك قدامك دلوقتي على الشاشة، هو ازاي اوفر في سيراميك الجراج، وهل العبرة بنوع السيراميك وسعر السيراميك ولا العبرة بالتركيب، هتلاقيه قدامك على الشاشة. والى اللقاء.